السلام الله عليكم أحباءنا في قناة المشاهد. كما يبدأ الزواج عبر الأنترنت ينتهي الطلاق كذلك عبر الأنترنت، سواء اتفق الطرفان على الانفصال أو لم يتفقا، وسواء تزوج لأكثر من 3 أشهر ويسعيان لحل المشكلة بعدما ضاقت كل السبل لتجنب محاكمات أطول وبتكلفة أكثر. عادة ما تكون العملية تقديم تصريح صغير في وسائل التواصل الاجتماعي مع صورة للمعلن عن خبر الزواج أو الطلاق ومفاجأة الجميع قبل التوجه إلى اختيار مكتب للمحاماة ثم المحكمة. تلك حكاية الفنانة اللبنانية رولا شامية في إعلان طلاقها وزواجها مباشرة وأونلاين وعبر وسائل التواصل الاجتماعي. الفنانة اللبنانية كتبت على حسابها الخاص على موقع انستغرام: تعلمت ان وجود الالام في الدنيا يرفع عنا البلاء، فكيف لو ماتت واصبحت في السماء حين تنزف دموع العين تنجلي وتبصر النور، مثلما اعلنت فرحي بزواجي اعلن لكم طلاقي. وفي اول تعليق من طليقها قام بنشر صورة تجمعهما على حسابها على انستغرام وعلق قائلا: الحب والاحترام يجمعك تحت سقف واحد مع الشخص الذي تحبه، والأحلى تنفصل عنه بكل حب واحترام. الله يوفقك حبيبة قلبي. وكانت الفنانة اللبنانية رولا الشامية قد فاجأت جمهورها بإعلان خبر زواجها من حبيبها رودي السعد في جزيرة قبرص، وذلك في شهر يناير 2019. رولا نشرت صورة لها مع عريسها على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام، واستعرضت مع زوجها خاتم الزواج وعلقت عليها بقولها: أجل فعلناها على طريقتنا. جمهور الفنانة اللبنانية أمطروها بتعليقات المباركة والتهنئة وتمنوا لها حياة زوجية طويلة مليئة بالحب والسعادة، ولكن ليس كل الأحلام تتحقق. بالإشارة يذكر أن الفنانة اللبنانية رولا شامية كانت قد ارتبطت بعلاقة عاطفية بوديع النجم السوري جورج وصوف الأكبر، لكنها انتهت بالفشل، كما عاشت قصة حب ملتهبة مع الفنان أيمن قيسوني ولم يكتب لها النجاح في الوقت الذي تمت خطبتها فيه إلى اللبناني فراس عازار، إن الخطبة لم تكلل بالزواج، وكذلك زواجها الأول الذي لم يدم إلا مدة قصيرة وانتهى. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.